الجماهير كلها واللعيبه والجهاز والاداره الحقيقه عينها على ماتش الاسماعيلي، مش بس لانه احنا فاضل لنا 8 نقط، لكن الحقيقه كمان لانه ماتش الاسماعيلي بالنسبه لجمهور نادي الاهلي ماتش مهم جدا، وهو واحد من لقاءات القمه الحقيقه، حتى وان كان في فرق كبير جدا في الترتيب، وحتى لو كان في فريق في سنه من السنين او موسم من المواسم مش في حالته، ولكنه بيظل لقاء كلاسيكي بتنتظره كل جماهير الكره المصريه. الاهلي الحقيقه بيستعد، ومن بعد ما انتهت مباراه حرس الحدود بيستعد طبعا وعينه على ماتش الاسماعيلي. النهارده كان في تدريبات في ملعب التتش، الماتش ان شاء الله مفترض انه هيقام على او هيستضيفه ملعب برج العرب، وفوز الاهلي اعتقد ان شاء الله باذن الله في الماتش اللي جاي يقطع مشوار 99% من الحصول على البطوله. بتهيألي كمان بعد خدوا بال حضراتكم دي نقطه يمكن ما اتكلمناش فيها في البدايه، احنا كمان عندنا عشان لما بنيجي نتكلم، وانا حريص دايما يعني ما بقابل اهلاويه في كل مكان، وحضراتكم عارفين الاهلاويه موجودين في كل مكان، لما بتكلم مع ناس مع جمهور الاهلي يقول لك تقول له تلحم الماتشات وفي ضغط على اللعيبه ومجهود بدني، يقول لك ما تلحم الماتشات ده على كل الفرق يا ساره. صحيح تلحم المباريات على كل الفرق، بس الاهلي مطلوب منه يفوز باستمرار. الاهلي عامل سيزن طويل جدا ما خسرش فيه غير ماتش واحد وتعادل فيه ماتشين، ومطالب في كل مباراه بيلعبها رغم انه فارق ب 17 نقطه تقريبا عن اقرب منافس ليه، مطالب حتى اللحظه في كل مباراه يلعبها انه لازم يحسم المباراه لصالحه، وده نوع من انواع الضغوط المستمر الحقيقه، بالاضافه للضغط البدني في ضغط نفسي وعصبي كبير جدا على الجهاز وعلى اللاعبين. يمكن فايلر كمان يا احمد اتكلم في الموضوع ده، بس هو قال انه عارف يتعامل مع اللعيبه في الموضوع ده، ان هو يتعامل معاهم من الناحيه النفسيه، ان هو يخفف من عليهم الضغوطات دي، ودي برده بتبقى زي ما تقول خبره المدرب، يعني طبعًا حاجه مهمه طبعًا بالنسبه ان المدرب يعرف يتعامل فيها. بس كمان خليني اقول انه ماتش اسماعيلي يفرق معانا كتير ليه؟ أكيد. ويفرق مع الجهاز ليه؟ مع التيم يعني. لانه بدايه من ماتش الاسماعيلي اعتقد انه فايلر هيبتدي ياخد نفسه، الجهاز الفني للنادي الاهلي كله هيبتدي ياخد نفسه، عندنا كهربا راجع خلاص، يعني ماتش الحدود كان اخر مباراه فيها ايقاف لمحمود كهربا، عندنا اعتقد السوليه بيتم تجهيزه، ممكن نشوفه في القائمه، ممكن ماتش الاتحاد اللي بعده وارد والله اعلم، لكن اقصد اقول انه الحلول الكروت الاوراق اللي الجهاز الفني بيتحرك بيها وبيرسم على اساسها خططه في التعامل مع كل مباراه هتبقى اكتر، وده هيدي اريحيه ويدي فرصه كمان لبعض اللعيبه انها تلتقط انفاسها في ظل يعني الايقاع السريع جدا لمسابقه الدوري السنه دي. عايزين نقول لحضراتكم كمان النهارده كهربا شارك لاول مره في التدريبات الجماعيه، وكانت العقوبه طبعا اللي تم فرضها عليه من قبل لجنه العقوبات انتهت خلاص امبارح بعد مباراه الاهلي والحرس، وكده كهربا خلاص جاهز ان هو يعود للمباريات، بدايه طبعا من اللقاء الجاي زي ما احمد قال الاسماعيلي يوم الجمعه اللي هو هيكون ضمن مباريات الجوله 26. طبعا قبل ما يخوض كهربا التمرين الجماعي النهارده كان في زي اجتماع كده مع كابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعب، ما استمرش كتير قوي قبل ما يبدا كهربا في التحضيرات. هو كابتن سيد الحقيقه اعلن صراحه انه كهربا جاهز للمشاركه، وفقط يتوقف الامر على وجهه نظر فنيه لمستر فايلر، يعني لو شايف مستر فايلر انه كهربا هيفيد الفريق سواء من ناحيه مشاركه كاساسي او حتى في دخول القائمه وانه يشارك كواحد من الاوراق الرابحه دي، طبقا او تبقى فيها الامور طبقا لوجهه نظر مستر فايلر، لكن من الناحيه البدنيه كهربا جاهز بنسبه 100% للمشاركه. فايلر كان قال انه لسه مش بنسبه 100% بدنيا. ده انا بتكلم على تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ. فايلر بقى كان تصريحاته انه كهربا لسه بدنيا مش 100% جاهز، ف ممكن مثلا تفتكر الماتش اللي جاي هو احنا حسب ما صرح كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده انه كهربا جاهز بدني 100%. خلاص نشوف يعني بالتاكيد في تطورات، وده كان تصريح لكابتن سيد طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي لقناه النادي الاهلي النهارده، فاعتقد انه كده بدني كهربا جاهز للمشاركه. احنا محتاجينه جدا إيه؟ طبعا محتاجين طبعاً. ومحتاجين كل الغايبين، محتاجين الشحات ومحتاجين متولي جدا ومحتاجين سوليه ومحتاجين كل الغايبين حقيقه اثروا، وزي ما قلت لحضراتكم مفيش لعيب شايل تيشرت النادي الأهلي أهلي ما تقدرش تقول عليه لعيب تقيل، صح. أو ما تقدرش تقول إنك ممكن تستغنى عنه لفترة. نتمنى السلامة للجميع ويرجعوا لنا إن شاء الله بإذن الله، وهنتكلم بقى يمكن دي تكون النقطة الإيجابية في فكرة التوقف على الرغم من الجوانب السلبية الكتير المتعلقة بموضوع تأجيل قبل نهاية أفريقيا، لكن الحقيقة في جانب إيجابي هنتكلم فيه بالتفصيل. بس خليني أقف مع حضراتكم خصوصا كمان لأعضاء النادي الأهلي النهاردة،
كان في مجموعه من التوصيات. النهارده المكتب التنفيذي للنادي الاهلي برئاسه العمري فاروق كان عنده اجتماع ساره في الحقيقه مساء الامس، وتم طبعا بالتنسيق مع كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره تم رفع عدد من التوصيات الخاصه بعدد من الملفات المهمه في المجلس، في مفترض انه يتم مناقشتها في الاجتماع المقبل ان شاء الله. يمكن التوصيات دي جت زي ما هقول لحضراتكم على النحو التالي: إنشاء الأكاديمية الأهلي التعليمية لخدمة أبناء الأعضاء في الشهادات العامة، طبعاً ده تمهيداً لانطلاق المشروع ده بكامل تفاصيله، كمان الوقوف على كافة المراكز المالية للألعاب المختلفة في النشاط الرياضي، والتأكيد على ضرورة تطوير برنامج المحاسبة المالية لتغطية كافة الأفرع، كمان الموافقة على العناصر اللي بيتم ترشيحها من قبل اللجنة المتخصصة للعمل بالنسختين الإنجليزية والفرنسية للموقع الرسمي للنادي، وده وفق للتقرير المقدم من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة واللي بيترأس اللجنة المشار ليها، واللي كمان قامت باختبار كل المتقدمين للعمل ده علشان يختاروا الأفضل من بينهم، كمان مراجعة الخطوات الخاصة بالإجراءات الاحترازية داخل مقر النادي وفروعه كمان بمدينة نصر والشيخ زايد، وده استعدادا لتفعيل عودة النشاط الرياضي بكامل طاقته، كمان الدراسة الخاصة بالتصور الاستثماري لأكاديميات النادي الخارجية في مختلف الألعاب. عدد من التوصيات زي ما قلنا لحضراتكم اللي هيتم طرحها طبعا على المجلس، هي مجرد توصيات دي رؤية المكتب التنفيذي وهيتم طرحها على مجلس الإدارة في اجتماعه اللي جاي.